الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة على الساحة الرياضية المصرية ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نخش على اول فقراتنا مع ابراهيم سعيد، واحد من نجوم الكرة المصرية ومفيش شك واحد من أفضل مدافعي الكرة المصرية عبر التاريخ. لولا دماغه شوية كان ممكن يكون في حتة تانية بعيدة في الاحتراف الأوروبي، لكن الدماغ هي اللي بتفرق في توجيه مصيره ومستقبل كل لاعب. كابتن إبراهيم سعيد في تصريحاته وتعليقه على رحيل محمود عبد المنعم كهربا، على الرغم أن إبراهيم سعيد بينسب إليه أو بينتسب ليه نادي الزمالك، لكن إبراهيم سعيد نجم كبير ودايما لما بيتكلم بيتكلم بأدب واحترام بعيدا عن الانتماءات والأهواء اللي بتوجه آراء الكثير من الرياضيين والإعلاميين. قال كل التوفيق لكهربا في تجربة احترافية إلى تركيا، وأعتقد هي الأصعب، إما العودة للتألق والرد في الملعب أو اللا عودة، الاختيار لكهربا. بإذن الله بالتوفيق لمحمود عبد المنعم كهربا. اللي عايز أقولك بس كده يعني إحصائية سريعة ما بين كهربا اللي هو خارج منتخب مصر وخارج النادي الاهلي، واللي المدير الفني للنادي الاهلي ما كانش بيشركه في اخر 7 مباريات في القائمه الاساسيه اساسا او الرئيسيه لمباريات النادي الاهلي. عايز اقول لك رمضان صبحي اللي شارك في بطوله الدوري المصري الممتاز لعب 111 مباراه سجل 26 هدف، دي اجمالي مشاركات رمضان صبحي، في حين ان كهربا في 130 مباراة سجل 42 هدف، على الرغم ان مشاركات كهربا بتبقى فترات زمنية محدودة، يعني كان بينزل اغلب الاوقات مع النادي الاهلي حوالي 60 مباراة او 63 مباراة مع النادي الاهلي، اغلبهم ما كانش بيشارك الماتشات كاملة. وبالرغم من كده بنلاقي ان فارق اهداف بحوالي 16 هدف بالنسبة لي كهربا عن رمضان صبحي. النهاردة احمد حسام ميدو يعني فاقد الشيء لا يعطيه كابتن ميدو. كابتن ميدو مع الاحترام الشخصي لحضرتك، لكن لما يطلع ميدو وكل شوية نصايح 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 ومفيش اي حاجة من النصايح دي كان بيطبقها ميدو على نفسه، النهاردة ميدو بيوجه نصيحة للاتحاد المصري لكرة القدم، وهي ان على الاتحاد المصري لكرة القدم انه يعمل مشروع لانتاج لاعبين محترفين. قال لك انا مستعد كميدو العالمي، خبرات تجارب، اللي محترف في اوروبا واللي رحت 11 نادي في اوروبا في 11 سنة، انا مستعد اتبرع وانقل خبراتي في 15 سنة احتراف ببلاش. اعتقد يا ميدو يعني لو هتنفع كنت نفعت نفسك الاول، ده رقم واحد، او كنت نقلت الخبرات دي للفرق اللي انت دربتها. مع احترامي ميدو مع كل الفرق اللي شارك معاها هو فاشل فنيا، ميدو فشل فنيا مع كل الفرق، مفيش بس غير نادي الزمالك اللي كسب معاه بطولة يتيمة اسمها كاس مصر، ده اللي عمله ميدو، دي انجازات ميدو اللي لما راح مصر للمقصة على حسب تصريحات ميدو قالك انا تصريحاتي اتفهمت غلط، بتوع مصر المقصة افتكروا ان انا بقول لهم احنا هنروح كاس العالم للاندية وهنشارك في كاس العالم للاندية من مصر للمقصة. فاعتقد يا ميدو الاولى بيك انك تطلع قدراتك الفنية في نادي الاول وبعدين قول استفيدوا من خبراتي بفلوس او ببلاش زي ما انت تحب، لكن انك تتكلم وتقول خدوا خبراتي وخدوا مش عارف ايه، كنت فدت نفسك الاول او كنت نفعت نفسك او ناديك قبل ما تتكلم على الاتحاد المصري لكرة القدم. وبعدين يا ميدو كان في مبادرة انت طلعت اتكلمت عنها قبل كده هذكر الناس بيها، طلع ميدو وقال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اختارني من ضمن مجموعة من اللاعبين اللي أثروا الحياة الرياضية المصرية وطلب مني حملة ومبادرة لي يكون عندنا 1000 محمد صلاح. المبادرة دي وصلت فين يا ميدو؟ أنا بسأل ميدو، لأن ميدو هو اللي طلع، الرئاسة ما طلعتش أي حاجة ولا تكلموا في أي حاجة، ميدو هو اللي طلع وقال أنا كلفوني بكذا وكذا وكذا، فين يا ميدو؟ حد شاف 2 محمد صلاح او 3 محمد صلاح ولا ربع محمد صلاح؟ ما حدش شاف حاجة. اتمنى من ميدو انه ما يطلعش اي تصريحات الا ما يكون فيها فعلا تنفيذ على ارض الواقع. كمان بالنسبة لي النهاردة شيكابالا اللي بنتمنى له الشفاء العاجل، طبعا الانتماءات ننحيها جانبا،
في فترة المرض أو الإصابة بفيروس كورونا. النهاردة الزمالك بيعلن رسميا عن إيجابية المسحة الخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا اللي بنتمنى له طبعا الشفاء العاجل هو وكل مرضانا بإذن الرحمن. النهاردة مباراة المغرب وزيمبابوي، عصام الشوالي يعود بقاضية من جديد. طبعا اخواتنا المغاربة مليون مبروك لشقانا في المغرب، النهاردة فوزهم على زيمبابوي بهدف في على غانا بهدف في الدقائق الأخيرة. النهاردة قاضية جديدة واحتفال جديد بالقاضية ممكن عن طريق سفيان بوفال النهاردة. وفضل الشوالي بطريقته الجميلة والمعشوقة لكل جماهير الكرة خصوصا الأهلوية بترديد القاضية ممكن، ولكن هذه المرة لم تكن في شباك أبو جبل ولم تكن في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن كانت في مباراة المغرب وغانا. هناك حالة من التحفظ لدى جماهير نادي الزمالك. تعال نروح لبيان أصدره النادي الأهلي منذ دقائق أو ساعتين بقى على حسب ما ينزل ليك الفيديو بإذن الرحمن. البيان اللي نزله النادي الأهلي ويتحفظ فيه النادي الأهلي على موعد كأس العالم للأندية. النهاردة كان في ورشة عمل بالفيديو كونفرنس، حضر من النادي الأهلي السيد خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة أو عفوا أمين صندوق النادي الأهلي مع اللجنة المنظمة مع أعضاء الأندية المشاركة في بطولة العالم للأندية. الأستاذ خالد مرتجي وفقا للبيان، خالد مرتجي حضر ورشة العمل اللي عقدتها اللجنة المنظمة في كأس العالم للأندية عصر اليوم والتي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرنس. شدد مرتجي خلال حضوره ورشة العمل على أن النادي الأهلي متضرر للغاية من تعارض انطلاق كأس العالم للأندية بالتزامن مع نهائيات كأس الأمم الإفريقية. أكد مرتجي لمسؤولي الفيفا خلال الاجتماع أن النادي يفتقد حاليا جهود 9 لاعبين مشاركين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية، فضلا على أن مواعيد إرسال القائمة النهائية للاعبين في بطولة كأس العالم للأندية لم تراعي موعد انتهاء مشاركات اللاعبين مع منتخباتهم في كأس الأمم الإفريقية. شدد مرتجي خلال اجتماعه بمسؤولي اللجنة المنظمة أن النادي الأهلي كان يتمنى وجود تنسيق بين الفيفا والكاف تجاه مسؤوليتهما نحو البطولتين والعمل على نجاحها دون وقوع ضرر على أي من الأندية أو المنتخبات المشاركة. تعقيبي البسيط، حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول داخل الجبلاية أو مسؤول مصري داخل اتحاد الكاف أو الاتحاد الأفريقي أثر مع النادي الأهلي في موضوع كأس العالم للأندية. الست اللي اسمها فاطمة سامورة السنغالية طلعت بألف راجل اللي كانت بتقاتل ويكفيها شرف المحاولة انها كافحت ونضلت من أجل مراعاة تعارض المواعيد ما بين كأس الأمم وكأس العالم للأندية، لكن عندنا ناس بيتقال عليها رجالة وهي ما تجيش نص فاطمة سمورة. سيدة طلعت بألف راجل عملت اللي ما عملوش لا مسؤولي الاتحاد ولا مسؤولين مصريين داخل الكاف. طبعا التحفظ لا هيقدم ولا هيأخر. تعال نروح لموضوع آخر بالنسبة للنادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي في حالة من القلق الشديد من تضارب الأنباء في موضوع بدر بنون. النهاردة اتفاجئنا كلنا باستبعاد بدر بنون من قائمة منتخب المغرب أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية. الأنباء وتضارب الأنباء حول سبب الاستبعاد. تقارير مغربية أكدت على أن سبب الاستبعاد طبعا لسه لم يتم التواصل مع طبيب منتخب المغرب، ويمكن خلال ساعة على الأكثر يكون في تواصل ما بين طبيب الأهلي وطبيب منتخب المغرب لمعرفة التفاصيل الكاملة لاستبعاد اللاعب المغربي بدر بنون. التقارير الصحفية المغربية أكدت أن اللاعب تم استبعاده لإصابة عضلية هتستلزم من 3 لأربع أسابيع علاج، ما يعني ان بنسبة كبيرة تقارب 90% بدر بنون خارج اولى مباريات النادي الاهلي على الاقل في كاس العالم للاندية امام مونتيري. المشكلة مش في كده، المشكلة كلام نسبة الى وكيل اعمال بدر بنون السيد كريم بولوك اللي اتكلم وقال ان سبب استبعاد بدر بنون مش اصابة عضلية ولكن بسبب مضاعفات
فيروس كورونا اللي موجودة عند اللاعب، مما قد يتسبب في مشاكل في القلب، وده الأمر اللي أدى إلى حالة من القلق على مدافع النادي الأهلي، وإن الفريق مقبل على العديد من المواجهات. هنشوف، نتمنى أن الموضوع يكون عضلي بعيدا عن موضوع الإصابة بفيروس كورونا أو مضاعفات فيروس كورونا، لأن ببساطة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيمنح المنتخبات انها تستبدل اللعيبة بتاعتها في حالة واحدة بس، ان يكون في اصابات عضلية. اما اصابات الكورونا ما بيتمش استبدال اي لاعب في القائمة. منتخب المغرب النهاردة استبدل بدر بنون باشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، وهنا يعني تحت شعار تبقى في بقك وتقسم لغيرك. جمهور الزمالك اللي عبر الايام الماضية كان في حالة من التشفي تصل الى الشماتة والتحفيل على أشرف بن شرقي لأنه منضمش لمنتخب المغرب، وإن اللاعب طالما منضمش لمنتخب المغرب يلا بقى تعالى جدد عشان ترجع لمستواك وترجع لأسود الأطلس مرة أخرى. نهاردة المنتخب المغربي بيطلب حضور أشرف بن شرقي اللي سافر إلى الكاميرون من أجل الاستعداد والانضمام إلى منتخب أسود الأطلس في الكاميرون في أمم أفريقيا. خالد الغندور النهاردة اتكلم عن رحيل أشرف بن شرقي وعن رحيل مصطفى فتحي. اتكلم خالد الغندور، وده الرأس الإعلامية المدبرة لنادي الزمالك، ده الإعلامي نمبر 1 في نادي الزمالك. قال خالد الغندور: معلوماتي ان أشرف بن شرقي اغلق ملف تجديد تعاقده مع الزمالك بشكل نهائي، يعني الموضوع اتقفل خلاص ومحدش يستنى اي جديد في القصة دي. قال: بالنسبة لي مصطفى فتحي عايز يمشي من الزمالك ويحترف في السعودية ورافض تمديد تعاقده مع النادي، وكان عنده مشكلة مع أمير مرتضى منصور في وقت سابق في وقت الرحيل عن الزمالك والإعارة لسموحة. قال إن رغبة مصطفى فتحي مالية، ولو تلقى عرض مغري من الزمالك بشكل مبالغ فيه ماديا هيوافق على التجديد، بخلاف ذلك لن يمدد تعاقده مع الزمالك. وفي النهاية قال لك إيه بقى؟ بصوا يا زملكاوية، يمشي مصطفى فتحي يمشي أشرف بن شرقي، الزمالك لن يقف على أي لاعب. أنا منتظر الجملة القادمة لما يطلع يقول إن عندنا رزاق سيسيه قد بن شرقي 900 مرة، وعندنا أحمد سيد زيزو وشيكابالا قد مصطفى فتحي 10,000 مرة. أنا منتظر الجملة دي لما يطلع الأخ خالد الغندور يقولها. بالمناسبة في إعلامي زملكاوي اسمه يحيى، يحيى ده بيشتغل في قناة أون زمالك سبورت. يحيى اللي في فترة من الفترات السابقة لما كان لسه كهربا موجود في النادي الأهلي كان دايما يطلع في البرنامج بتاعه في القناة المملوكة للدولة وانتمائه طاغي عليه، ومش عيب انك تنتمي لنادي الزمالك، شرف لأي حد انه ينتمي لنادي الزمالك، لكن العيب كل العيب والعار ان انتمائك ده ايا كان لون انتمائك او نوع انتمائك يظهر عليك ويضغى عليك في شغلك وفي عملك وفي مهنتك. ده العيب كل العيب يعني، وخصوصا لما تكون شغال في قناة عامة، قناة زي زمالك سبورت يعني. فقال ايه الاخ يحيى؟ يحيى كان قبل كده كان كل مشكلته انه دايما يطلع يقول لك ايه، ماذا قدم كهربا للأهلي؟ ماذا قدم كهربا للأهلي؟ ماذا قدم كهربا للأهلي؟ الأخ يحيى النهاردة قال لك: أنا مستغرب قوي من تصرفات مصطفى فتحي مع نادي الزمالك. قال لك: أتمنى يجدد ويطلع عارة زي ما يحب، لكن جمهور الزمالك يا مصطفى ما يستاهلش منك كده يا مصطفى. ده يحيى اللي لما طلع قبل كده برضو كان موضوع رمضان صبحي، عشان أوريك الشيزوفرينيا والتناقض في موضوع رمضان صبحي لما راح لبيراميدز، قال لك: وفيها ايه يعني؟ ده الاحتراف يا جماعة، موظف شغال في شركة جاله وظيفة في شركة تانية اعلى، يسيب الشركة ولا ما يسيبهاش؟ يسيبها، لكن مع مصطفى فتحي لا يا مصطفى. جمهور الزمالك ما يستاهلش منك كده يا مصطفى. طيب عايز اقول لك، يعني امبارح كان في مباراة الافتتاح الكاميرون وبوركينا، وكان حكم المباراة مصطفى غربال الحكم الجزائري اللي بيعد واحد من أفضل اثنين على مستوى القارة الأفريقية، فيكتور جوميز ومصطفى غربال، واللي دايما مصطفى غربال يعني في نوع من أنواع الحزن الدفين العميق اللي بيشك كده في قلوب الجمهور المنافس لما تقال قدامه كلمة مصطفى غربال. وزي ما بيقول كل الأهلوية على السوشيال ميديا: الغربول اللي طير العقول، واللي اتهموه انه خد 10 مليون رشوة من النادي الاهلي. امبارح طلع الاخ خالد جمال الغندور
في قناة البي ان سبورت بيحاول يطلع القطط الفطسة في مصطفى غربال، عمال يهاجمه وعمال ينتقده بأي شكل من الأشكال، عايز ينتقده معرفش ليه. هل يا كابتن جمال مصطفى غربال أقل من مستوى حكام الاحتواء اللي انت بتطلع تجامل فيهم وتقول عليهم الله دي حلوين وكيوتين وطيبين عشان بيحسبوا ضربات جزاء للنادي المنافس؟ هل مصطفى غربال اللي مصنف من ضمن أفضل اتنين على مستوى القارة الأفريقية محتاج حضرتك تطلع تنتقده بالشكل الكبير ده وتهاجمه كمان في مباراة من وجهة نظري انه أداها بمستوى 8 أو 8.5 من 10 في مباراة الكاميرون وبوركينا إن لم يزيد عن ذلك؟ هل مصطفى غربال محتاج لنصائح جمال الغندور ولا لأ؟ قولولنا في الكومنتات. مهيب سؤال لمهيب، شمعنا تم اختيار بيتسو موسيماني لتحليل مباريات أفريقيا في برنامجك يا مهيب؟ هل مهيب الزملكاوي بيتعامل في تحليل المباريات فقط؟ كلكم شفتوا الحلقة امبارح، حد فيكم سمع تحليل أي مباريات؟ لا، كل الكلام على الأهلي، كل الكلام محاولة للوقيعة بين الأهلي وبين المدير الفني وبين الجمهور وبين المدير الفني. راجل ما اتكلمش عن أي حاجة تمت لي مباريات الأمس بأي صلة، كل كلامه عن الأهلي، فريق الأهلي، أسرار خاصة داخل فريق الكرة بالنسبة للنادي الأهلي. وللأسف الشديد كان موسيماني صيدا سهلا، فريسة سهلة المنال ان مهيب يوقعه في شر اعماله، يوقعه في الافخاخ بتاعت الاسئلة بتاعته. اتمنى ان يتم تنبيه بيتسو موسيماني بما يحاك ضد النادي الاهلي او ضد بيتسو موسيماني، ويتم تحذيره ان ما يجيبش اي سيرة او يتكلم في اي حاجة تخص النادي الاهلي. انت طالع تحلل ماتشات افريقيا، مش تطالع تحلل فرقة النادي الاهلي وتقول اخبار واسرار وكواليس داخل اوضه اللبس بالنسبه لي النادي الاهلي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا لكم، سلام عليكم.